السلام عليكم. نشرت كلاما فهم البعض منه أني أكفر الدكتورة نوال السعداوي، ويمكن بعض المتابعين يغضب ويترك المتابعة، فأود أن أقول أنا أعتذر. أعتذر لله ثم لرسوله أن هناك في من ينتسب إلى المسلمين من يدافع عن هذه الهالكة المذكورة. أعتذر لأنه واضح أني وإخواني العاملين على توعية الناس لم نبذل جهدا كافيا بعد، فلا زال في من ينتسب إلى الإسلام من لا يرجو لله وقارا، لكن لعل عزائي إنك لا تهدي من أحببت. أعتذر لله ثم لرسوله لأن هناك من أبناء المسلمين من لا زال يستنكر بغباوة وجهالة أن توصف هذه المرأة بالكفر، وهي التي سمعناها بالصوت والصورة تفاخر بتأليف مسرحية الإله يقدم استقالته، وتقول أن كل الأديان بما فيها الإسلام فيها تناقضات وعنصرية واضطهاد للمرأة وخداع، وأنه يجب تغيير نصوص القرآن، وأنه لا جنة ولا نار على الحقيقة، وأن الحجاب ضد الأخلاق، وأن الحج عادة وثنية، وغيرها من الحرب على الله ورسوله ودينه. أعتذر لله ثم لرسوله ثم أوجه كلامي للمدافعين عن الهالكة. وللتذكير أنا هنا لا أتكلم عن الذين يقولون لعلها أسلمت قبل أن تموت. الذي يقول هذا الكلام ناقشته في كلمة سابقة بعنوان مش يمكن تاب قبل ما يموت، لكني هنا أتكلم عن من يعلم عنها كل هذا الكفر ثم يقول لا تكفروها، لا تجعلوا أنفسكم حكاما على الناس وكأن مفاتيح الجنة والنار بأيديكم، نسأل الله لها الرحمة، نحترم فيها إصرارها وتمسكها بقناعاتها. هؤلاء أصحاب هذه المقولات نوعان: قسم يستغل موت أي واحد مثل نوال السعداوي فيخرج يمدحه ويمجده مع أنه ربما لا يعرف عنه أي شيء إلا أنه عدو لله ولرسوله، فيروح هذا الصنف من الناس يمدح الهالك الميت لا حبا فيه وإنما لأنه حاقد على الله وعلى رسوله مثل الهالك اللي مات، مش قادر ينفذ سمه بوضوح ويقول أنا أكره الله أمام الناس هيك، فيروح يمدح من يعلن عداوته لله أمثال نوال السعداوي، ويخبي حقده الدفين على الله تحت ستار الحنية على الموتى والترحم عليهم ومدح الجوانب الإيجابية في شخصياتهم. هذا القسم الجبان من الناس لا كلام لنا معهم، وكلمتي ليست موجهة لهم، إنما أوجه الكلام لمن يقلد هؤلاء ويعيد عبارات الترحم مثلهم على من مات من أمثال السعداوي وغيرها دون أن يحسب حسابا لكل حرف يتفوه به. أقول لهؤلاء المقلدين: أنتم ما انتماؤكم؟ ما انتماؤكم؟ ما هويتكم؟ ما الذي يحرك الغيرة في نفوسكم؟ ما الخط الأحمر بالنسبة لكم؟ ما قدر الله عندكم؟ بأي وجه تلقون الله وقد دافعتم عمن استهزأ به وحاربه؟ وما قدر الله حق قدره؟ هل تقرؤون القرآن؟ هل تتدبرونه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما علمتم أنه لعل أكثر معنى ورودا وكثافة في القرآن هو الفرق بين الإيمان والكفر، الفرق بين المؤمن والكافر؟ أو ما قرأتم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ أوما قرأتم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا؟ أوما قرأتم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ كان يقال أضل الناس من باع آخرته بدنياه وأضل منه من باع آخرته بدنيا غيره. لازم نطلع صنف جديد يبيع دينه مقابل لا شيء، يبيع آخرته مقابل لا شيء لا له ولا لغيره، وإنما فقط يترحم على موتى ماتوا محاربين لله ورسوله ويضيع دينه بذلك. من قال بالأقوال الكفرية التي ذكرناها عن هذه الدكتورة ومات عليها لو دافعتم عنه حتى يوم القيامة لن يغفر الله له، فقط تخسرون دينكم بالدفاع عنه والاستغفار له. أو ما قرأتم إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل تعارضون القرآن؟ أو ما قرأتم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ من يفعل بفعل هذه الهالكة لا وزن له عند الله، فلا تحشروا أنفسكم في زمرتها فتهونوا على الله. في الحديث الذي صححه ابن تيمية والألباني قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم،
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. إيش يعني؟ يعني كان هناك مسلمون يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم المشركين مع علمهم بأنهم ماتوا على الكفر غير معذورين، فمصيرهم إلى جهنم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصر على هذا التفاخر بهؤلاء الآباء فإنه سيكون هينا على الله، أهون من الجعلان، يعني الخنافس. الخنافس هذا في من تفاخر بآباء عبدوا الله ولم ينكروا الله لكن أشركوا معه. فما بالكم بمن تستهزئ بالله وتحاربه؟ الذي يفعل ذلك أهون على الله وعلى الذين آمنوا من الخنافس اللي بدافع عنها وبمجد فيها وبيقول إنها نحترم فيها صمودها، نحترم فيها البطيخ الأصفر، هذا أهون على الله من الخنافس. يا من تمدحون الهالكة ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنتم مش محتاجين أدلة وتوضيحات بصراحة، أنتم تحتاجون أن يهز كيانكم بكلام قاس حتى تستفيقوا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أنتم تقولون أنكم تحترمون هذه العجوز الهالكة لأنها عندها مبدأ ومتمسكة بمبدأها وثابتة على قناعاتها. طيب خلوا عندكم مبدأ أنتم كمان، تمسكوا بدينكم واثبتوا على قناعاتكم وعظموها. أما عندكم تعظيم لله ولرسوله؟ أتريدون أن تكونوا أمساخا فكرية مهزومة نفسيا، لا انتماء ولا ثوابت ولا عقيدة راسخة ولا حرقة على الدين ولا غيرة ولا تعظيم لله ورسوله ولا موالاة في الله ولا معاداة في الله؟ نعم، تأثر كثير من المسلمين بمن سلك مسلكا ضالا وكفر المسلمين بغير حق واستحل دماءهم. هؤلاء ضالون، دين الله بريء من أفعالهم، لكن مش معناها أنك علشان ضلال هؤلاء يكون ردة فعلك أن تنكر شيئا أساسيا في الدين وهو المفاصلة مع الكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حضرتك اتعقدت من الذين يكفرون بغير حق، ماشي، لكن استعد توازنك ولا تظل طول حياتك تسير بالعقد النفسية. إذا ما فيش كفر ولا إيمان فلماذا الجنة والنار؟ لماذا الرسل والكتب؟ ليس هناك دين إلا وفيه مقدسات وفيه وعيد وتهديد لمن ينتهكها. ليس هناك معتقد إلا وله حدود للداخلين فيه والخارجين عنه. بالله عليك لو واحد شتمك واستهزأ بك وحاربك وافترى عليك ونفر عنك وكرس حياته لحربك، هل لما يموت ستكون مدافعا عنه على أنه كان ثابتا على مبادئه وأنه مفكر ومثقف؟ إيش معنى لما واحد يفعل الشيء نفسه مع رب العزة ودينه بتكون قلوبكم ميتة؟ لماذا يهون الله ودينه عليكم بهذا الشكل؟ الكفر والإيمان أحكام شرعية من الله سبحانه وتعالى وضع لها حدودا، وزي ما هو جريمة أن تحكم بإخراج مسلم من دائرة الإيمان وإدخاله في دائرة الكفر، فجريمة تحكم بإخراج كافر من دائرة الكفر التي وضع الله لها حدودا وتروح تدخله في دائرة الإيمان بهواك بمزاجك. المسألة ما هياش يا جماعة طرف فكري، بل ينبني عليها أحكام في الدنيا والآخرة. كن عزيزا بإسلامك، كن فخورا بدينك، كن فخورا بدفاعك عن دينك، اجعل المساس بطرف دينك شيئا ثقيلا لا تتحمله. اغضبوا لله، عظموه وانصروه ووالوا من والاه وعادوا من عاداه، لتستحقوا أن تنظروا لوجه الله الكريم، لتقولوا يوم القيامة لمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دافعنا عنك وعن دينك لنكون تحت لوائك ونحشر في زمرتك وندخل الجنة معك. والله المستعان.